جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. النساء يكثرن من المسح على الرأس، من السؤال عن المسح على الرأس وعلى شعورهن. شيخ صالح، كيف تنصحونهن؟ جزاكم الله خيرا. الرجال والنساء سواء، ومسح الرأس كما ورد في الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم توضأ ولما بلغ مسح الرأس وضع يديه على رأسه على ناصيته ثم أقبل بهما وأدبر ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، فيضع يديه مبلولتين بالماء على مقدم رأسه ثم يمرهما إلى قفاه ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه. هذا مسح الرأس بالنسبة للرجال وللنساء. جزاكم الله خيرا. حكم المسح على الخفين رخصة. ما شاء الله. مسح على الخفين رخصة لأن الأصل غسل الرجلين، لكن إذا لبس عليهما الحائل الساتر من خف أو جوارب ساترة ويشق عليه نزعها فإن الله سهل عليه ورخص له أن يمسح على ظاهر الخفين أو ظاهر الجوربين، فهذا من باب الرخصة. وله مدة كما بين النبي صلى الله عليه وسلم للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها ابتداء من أول مسحة، ابتداء من أول مسحة بعد اللبس. نعم.